قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كما أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فليحذر المسلم أن يكون من دعاة الضلال، لأنه لا يختص بإثم نفسه فقط، وإنما يتحمل آثام من اتبعوه، لأنه غرهم، خدعهم، وفتح لهم باب الشر، وصار قدوة في الشر. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالخطر شديد فيها، وهذا مما يؤكد على المسلم أن يكون قدوة في الخير، وأن يدعو إلى الخير، ويتجنب أن يكون داعية إلى الشر أو اتباع الهوى أو المخالفات، وإن كان عليها من عليها من الناس، فإن الحق أحق أن يتبع. نعم.